ليس العجب أن يحب العبد ربه سبحانه وتعالى، فإن العبد بفطرته وغريزته يحب من يحسن إليه، ولا أحد يحسن إلى العباد كإحسان الله سبحانه وتعالى لهم، فهو سبحانه وتعالى المنعم عليهم بالنعم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وما بكم من نعمة فمن الله، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله قليلا ما تذكرون. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، الملك ملكه والعباد عباده، والنعم منه وحده لا شريك له، يرزق الخلق ويربيهم ويلطف بهم، ينجيهم من الكربات ويكشف عنهم الملمات، وينعم عليهم بأنواع وأصناف النعم، يفتح باب التوبة للعصاة ويقبل العمل من العباد على نقصه وتقصير العباد فيه، فهو أرحم الراحمين وهو خير مسؤول، ولا أحد مثله ولا كفء له ولا ند له سبحانه وتعالى. والعبد مفتقر إليه في جميع أحواله، لا غنى له عنه طرفة عين أو أقل من ذلك أو أكثر. ولذلك ليس من العجب أن يحب العبد ربه، لكن العجب والشأن أن يحب الله تعالى العبد مع غناه عنه ومع افتقار العبد إليه، فهو الصمد سبحانه وتعالى، الخلق محتاجون إليه وهو غني عنهم، وحوائجهم كلها عنده سبحانه وتعالى. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. ولذلك كان حديثنا إن شاء الله تعالى في هذه الخطبة عن بعض الأسباب التي بها يصير العبد محبوبا عند الله سبحانه وتعالى. وإذا صار العبد محبوبا عند الله فإن لذلك علامات. العلامة الأولى أن العبد يبتلى، إذا أحب الله عبده ابتلاه، فالعبد يتقرب إلى الله بالطاعات ويقبل على سيده ومولاه فيمتحنه ليصفيه وليختبره ليرفع درجته وليكون من السعداء من الأتقياء. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن الترمذي وهو في السلسلة الصحيحة للألباني من رواية أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. العلامة الثانية من علامات محبة الله للعبد
أن يصير محبوبا عند المؤمنين يحبونه ويثنون عليه وتكون بينه وبينهم مودة. لذلك جاء في صحيح البخاري ومسلم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله تعالى العبد نادى جبريل: إن الله تعالى يحب فلانا فأحبه، وفي لفظ فأحببه، فيحبه جبريل. ثم ينادي في أهل السماء: إن الله تعالى يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. إذا رآه المؤمنون انشرحوا له وأحبوه، لأنه محبوب عند الله سبحانه وتعالى. ومن علامات محبة الله عند الله، محبة الله تعالى للعبد، أن يكون مستجاب الدعاء، وأن يوفق للطاعات، وأن يصرف عن المعاصي. جاء في صحيح البخاري وغيره من رواية أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء، في الحديث: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني، وفي لفظ: ولئن استعاذ بي لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض روح عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته، إلى آخر الحديث. فإذا أحب الله العبد فإنه يوفقه لأن ينظر إلى ما يرضي الله، ويصرف نظره عن الحرام، يوفقه إلى سماع المواعظ وسماع القرآن واستماعه وسماع الكلام الطيب، ويصرفه عن مجالس السوء وعن الكلام السيء، عن الغناء والغيبة والنميمة والبهتان وسائر ما يقال من أقوال الشر. وكذلك من علامات محبة الله للعبد أن يصير عزيزاً على الكافرين، متواضعاً خافض الجناح للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أعزة على الكافرين، أذلة على المؤمنين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، يقولون كلمة الحق، وتجد الواحد منهم عزيزا أمام الكافرين، بخلاف حال الكثيرين اليوم، تجده محطما أمام أهل الكفر وأمام العلمانيين أو العلمانيين، وينظر إليهم كأن هؤلاء هم أهل الرفعة، وكأنه هو من أحط خلق الله تعالى. والعكس تماما: زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. قال الله تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب الذين لا يتبعون الحق هؤلاء كالكلاب. بل قال الله تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. وقال تعالى: أرأيت من اتخذ إلهه هواه
أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وقال تعالى ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء إلى آخر الآيات. فتجده عزيزا أمام أهل الكفر والإلحاد وأهل الباطل، وتجده خافض الجناح ذليلا أمام المؤمنين يطايبهم ويحسن إليهم ويتكرم عليهم ويتواضع معهم، يقوم على خدمتهم وعلى تقديم الخير لهم. الذي يريد أن يكون محبوبا عند الله معاشر المؤمنين، فإن الله سبحانه وتعالى في القرآن ذكر له أسبابا من قام بها صار محبوبا عند ربه سبحانه وتعالى، وهو في الدنيا يكون مستجاب الدعاء وينال هذه الفوائد التي ذكرت، وفي الآخرة يكون من الناجين ومن السعداء. السبب الأول الذي به ينال العبد محبة الله تعالى التوبة النصوح. إذا صار العبد تائبا إلى ربه سبحانه وتعالى مقبلا عليه نادما على مواقعة الذنوب مقلعا عنها عازما ألا يعود إليها، يرد الحقوق التي أخذها من الناس، فإنه يصير محبوبا عند الله كما في قوله تعالى في سورة البقرة إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ثانيا من أسباب محبة الله للعبد التقوى، أن يفعل الأوامر وأن يجتنب النواهي. خل الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. قال تعالى في سورة التوبة في أواخر الآية الرابعة وآخر الآية السابعة، في كلتا الآيتين قال الله تعالى إن الله يحب المتقين. ثالثا من أسباب محبة الله للعبد الإحسان، أن يكون محسنا فيما بينه وبين ربه، يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإن الله يراه، كما في حديث جبريل عليه السلام في حديث عمر في صحيح مسلم قال فأخبرني عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال الله تعالى والله يحب المحسنين. رابعا من أسباب محبة الله للعبد اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فيتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقتدي به في العقيدة والأخلاق والعبادات والمعاملات. في العقيدة والأخلاق والعبادات والمعاملات، قال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. خامسا من أسباب محبة الله للعبد الصبر، أن يكون صابرا محتسبا كما في سورة آل عمران والله يحب الصابرين. سادسا من أسباب محبة الله للعبد الجهاد في سبيل الله كما في سورة الصف إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. أسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا جميعا من المرضيين من المحبوبين عنده سبحانه وتعالى، إن ربي على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، من أسباب محبة الله للعبد
التوكل والاعتماد على الله سبحانه وتعالى، كما في سورة آل عمران: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. إن الله يحب المتوكلين الذين يتوكلون عليه سبحانه وتعالى. قال ابن القيم رحمه الله: والتوكل على الله على قسمين: توكل على الله في أمر الآخرة وفي أمر الدين، كما كان الأنبياء والرسل يتوكلون على الله تعالى في مجابهة أهل الباطل وفي مجابهة الطواغيت وفي مجابهة أهل العناد، يعتمدون على الله ويتوكلون عليه سبحانه وتعالى. والنوع وهو أشرف أنواع التوكل أن تتوكل على الله تعالى في الجهاد وفي الرد على أهل البدع وفي الرد على أهل الباطل وفي بيان الحق، وإن أوذيت في سبيل الله تعالى وإن سمعت ما سمعت. والنوع الثاني التوكل على الله في أمر الدنيا، في جلب الرزق وفي السفر وفي غير ذلك من أمور وشؤون العبد في دنياه. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لو أنكم توكلتم على الله حق توكله، وفي لفظ: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. فالذي يريد أن يكون محبوبا عند الله عليه بالتوكل على الله، لا يعتمد على الحجبات ولا على التمائم، لا يعلق في الأطفال شيئا ولا في الدواب، لا يعلق في البيوت شيئا، ولا يتعلق بالأموات ولا بالغائبين ولا بالأولياء ولا بالصالحين. عقيدته في الله صحيحة، لا يعتمد على الخلق وإنما اعتماده على الخالق سبحانه وتعالى. وتوكل على الحي الذي لا يموت. كذلك من أسباب محبة الله للعبد ذكر الله سبحانه وتعالى، أن يكون العبد لاهج اللسان بذكر الله، وكذلك يحضر قلبه مع لسانه. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في آخر حديث في صحيح البخاري من رواية أبي هريرة رضي الله عنه: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، وهذا نص الحديث، كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان، خفيفتان على اللسان. وبعضهم يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أو يروي: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. كذلك من أسباب محبة الله للعبد تدبر القرآن، يقرأ كتاب الله ويتدبره ويعيش مع معانيه. إذا قرأ في آيات الرحمة سأل الله الرحمة، إذا قرأ في وصف الجنة تحرك قلبه لذلك الوصف واشتاق إلى لقاء ربه سبحانه وتعالى وإلى جنته وطمع في ذلك. وإذا قرأ في آيات العذاب وفي الآيات التي فيها وصف النار والتي فيها ذكر غضب الله وسخطه وعقابه، فإنه يخاف ويفر إلى سيده ومولاه ويسأله النجاة. وهكذا يتدبر القرآن، يتدبر قصصه ومواعظه والكلام، قال والكلام عن الله سبحانه وتعالى، عن أسمائه وصفاته وعن توحيده.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى في الجزء السابع عشر، وهو يتكلم عن سورة الإخلاص ويذكر أقوال الناس فيها، لماذا كانت سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن. ومن ضمن ما ذكر قال رحمه الله: لأن القرآن جاء على ثلاثة أقسام، فجاء في ذكر صفات الله تعالى، وفي ذكر توحيده، وفي ذكر أسمائه. وقد تناولت سورة الإخلاص هذا الأمر، وجاء القسم الثاني في ذكر أحوال الآخرة والقيامة والجنة والنار، وجاء القسم الثالث في القصص، وفي بعض التقسيمات جاء في ذكر الأحكام والحلال والحرام إلى غير ذلك. فيتدبر العبد كتاب الله، هذا من أسباب محبة الله للعبد، كما جاء في صحيح البخاري ومسلم من رواية عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية فقدموا رجلا كان يصلي بهم، قدموه إماما عليهم، وكان في كل صلاة يقرأ بسورة الإخلاص بعد الفاتحة وبعد السورة التي يقرأها، يقرأ سورة الفاتحة ويقرأ معها آيات، ثم يختم ركعته بسورة الإخلاص. فتعجب أصحابه من ذلك وسألوه، فقال: هذه صلاتي، إن أردتم صليت بكم، وإن أردتم أن أترككم تركتكم. فكرهوا أن يؤمهم غيره وكان أقرأهم، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم أن يسألوه لماذا يكثر من سورة الإخلاص، فسألوه فقال: فيها صفة الرحمن وإني أحبها. فلما أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخبروه أن الله تعالى يحبه، أي بمحبته لهذه السورة، أو كما قال. والحديث في الصحيحين في البخاري ومسلم. ولذلك علينا جميعا معاشر المؤمنين أن نجتهد في هذه الأمور، وأن نتصف بها التوكل والصبر والإحسان واتباع النبي صلى الله عليه وسلم والتقوى والجهاد وتدبر القرآن والذكر إلى غير ذلك، والتوبة إلى غير ذلك، من الأسباب التي يصير بها العبد محبوبا عند الله سبحانه وتعالى. أسأله بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يبصرنا من عمى، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يؤتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وأن يقينا عذاب النار، وأن يجعلنا من أهل الفردوس الأعلى. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.